مساء الخير، تحية لكل يلي قرروا يتابعوا حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي يلي فيها رح نعرف آخر أخبار الطلاب، ومثل العادة رح نتوقف عند لحظات ومواقف ونشاطات قاموا فيها بالأكاديمية. دينا كانت نوميني هالأسبوع والموضوع أكيد مزعج إلها، لكن يلي مفرح لقلبها إنها حصلت على جلسة ريلوكينج. نفسي روح لماما شعري زي ما هو تقيل وطويل. مش هذا مش طويل؟ قصر من ذلك ماما ما قصر لك شعرك دكتور ما قصر يا بنتي خففه خالص خففه من فوق بالموس أحسن أحسن إيه؟ أصلا شعري كان تعبان ممكن ما تخفف شعرك ما أطول أسرع مين قال لك كده؟ اصلا هو كان تعبان من فوق وكان تعبان من تحت اصلا الاطراف انا بقولك ما بدي انا بعرف الشعر كان كده يا حبيبتي انا عارفه هناك هو كان تعبان بس ما كانش بالحاله السيئه ان هو يقصها يعني او يخففها. ايه مين دي؟ مين ها؟ صباح الفل. انا لقيتك بتغني قلت اسيبك تكمل غنى. الله الله عليك الله بتغير بيتغيروا هالناس يا ضرابي يا بس في ايه يلا صباح الخير. لا انا دينا والله ليش اختها مالك يا حبيبي في شيء غلط قالها على علي بعدها بسعمه صباح الفل يا انس صباح الفل يا حبيبتي شو الجمال عيد ولي مش بس الطلاب حتى مدام ماري تفاجأت بلوك دينا الجديد لما زارتهم بالأكاديمية. بون بونجو تي فا بيان سا فا سا فا بيان توا تري بيان بونجور كتير حلو غيروا لك عملوا لك هيك كتير لبقلك حلو كتير من تحت هيك كتير حلو لك غمزتني كمان لبقلك كمان وحده يلا خدها بالعرض كلها بس مش لورا بقى ان حضرتك بتعملي فطاير حلوه مين قال لك ما حنقول لك نحن عم نجيب معلومات تحت الارض طيب هلا بس نهار كيف جيت لعنا امبارح ساعه سبور ايه بنعمل إيه؟ نهار نلبس كلنا تبع الطبخ والشاف هيدا بنطبخ وناكل شيء طيب لا بوزيسيون ولا ركض ولا سبور ولا تامبو ولا افتح كمك ولا افتح بناك ولا افتح عرض ولا شيء بس ناكل خلص صح. على راسي على راسي خلص رديت لورا ايه معلش بنعيدها لا فلتت المي ضبها لا هي فلشتها مي كمان ضبة مي رجع مي لك كيف ضبيتها تترن قدام فوالا مي لا راحت عزلعيمك هي كمان مرة مي يا اوكي يلا
شفتي بس تعطي ملاحظة تشيل حبل أفكاري كيف شو بيصير؟ ولو تشوف هونيك شو عم بيصير؟ مين؟ نزل بس تخاف؟ لا ما تخاف يلا حرقني شوبني داري شو سرعت هناك سرع انتو بس ما تزبط معكم الاشياء وبضلني معيد بشوي يلا ما دنياني ما اتحرك خلصنا شو هالولاد هول حرام بده يركز تعرف عم بتفوت لجوا فوت لاني عم برجع راسي ليك دينا منك هيني ابدا ابدا اذا لحقت زعلت منك ما بعود بعطيك جمعة الجي فوكاليز اعملي ايه وتطلعي فيه رح تعزلي عيمك ايه عم تفلتها بس تخلص المي عم تعمل لها هيك وسكة بس لفظك ما تغيره شفت؟ شفت كيف عملت؟ لأنك ابتسم لأنك كنت عم بلاحظهم بشوف بالواحد ولا الله يوفقكم هاي فلوس تركيا ميرسي ميرسي يا مدام ميرسي أبيانتو أوه بابا مدام ميرسي بابا أبيانتو قدمك تاني يخرب بيتك خد تعالى هنا أنت الفريند بتاعي دلوقتي أنا الفريندس بتاعك هاي ما تنسوا مشاهدينا تشاركوا بمسابقات سي بي سي وتربحوا أكثر من سفرة على بيروت لحضور البرايم التفاصيل على www.cbc-eg.com بريك ومنرجع منتابع حلقة الليلة من يوميات الطلاب يلي فيكن تتواصلوا معهن عبر فيسبوك، تويتر، إنستغرام، بيريسكوب وسناب شات خلونا نتابع حصة جديدة من المسرح مع بيتي مين يلي ما مرق بالدو كاركتير العكس بعضهم يلي أوكي أنيس دينا شانتال حنان بدنا نعمل مشهدين معكم يعني نحن بنرجع بنقول كاركترين عكس بعضهم كليا بيلتقوا بمكان عام مساء الخير مساء النور تفضلي عادي هنا تفضلي السكرتيره اللي برا قالت لي اديك الورق ده السكرتيره اللي برا اوكي السكرتيره انيس بليز بقى كثير عن جد خلوها كثير حلو خلوها نكمل تنشوف بس اوكي مدام انيسه يا اخويا انيسه عزبه هو مكتوبه قدامك عزب انيسه لسه ما دخلتش دنيا استني لحظه شو الدبلومات اللي عندك انا خارجه من الاعداديه ما كملتش تعليمي خلي اكلمك اوكي معلش رح اعمل شيء مختلف بالفكره كثير حلو الكاركتر اللي عملتيه يعني بدي انت قاعد اوكي كيف منبلش سوري منبلش انيس لا منبلش انيس بدنا حدا يلعب دور سكرتيره او حدا يلعب دور تعالي شانتال
أنيس بس بدي أقول لك شغلة، فايت أنيس لازم يكون فايت أنيس طبعاً كرافات وكذا وشنطة ومعه هالقد فايل هالقد يعني شي 100 ورقة. هلا أنت منك موجودة، لازم يفوت أنيس طبعاً ماسك الشنطة والجاكيت. بونجور 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 كثير راسم حاله. ايه مرشوب بالشيطة. لا اسمع اسمع الابليكيشن مشان ال باك مانسيون. اربع لغات اتستاسيون. بونسوار تفضل. ابلكيشن للشغل باك بلس 7 تكنيسيان سوبيريور ان انفورماتيك. طلع شوف هون هاي تالت وحده وهي بفرنسا اخذتها. ايه معلش تفضل. لا ايه هلا اهم شيء الابلكيشن. باك بلس انا معي اعداديه تقلب الورق. ما كذا كانت كده احلى. من اليمين يا اخويا الجمله الانجليش دي ايه يا اخويا؟ الانجليزي دي ايه؟ ده فرنسي. ده فرنسي مش انجليزي كمان. وطي الورق. تفضل. متشكره. شانتي ربنا يكرمك يا رب. شانتي ها مسيو عنده دبلوم دبلوم دكتوراه. انيس مسيو انيس دبلوم دكتوراه. هلا اشقر. هلا بالاشقر. اسمعي مين متحمس هذا؟ مسيو انيس عنده دكتوراه عنده اخذ. دخلي لي دينا على المكتبة. هذا دينا دخلني على المكتبة. ليه؟ هلا هلا دينا. روح المكتبة بس روح السكرتيرة كبار. أهلين. يلا يا أخي مش قالك دخليني على المكتب. حبيبي ايش عندك؟ الشغل. لا حبيبي احنا خلصنا قفلنا حبيبي قفلنا. شكرا شكرا حبيبي شكرا. هلا بالأشقر. هلا خبيرة التجميل جيهان رعيدي زارت الأكاديمية لتقدم للطلاب معلومات جديدة عن المكياج. كيفكن يا صبايا؟ كثير منيح. احنا منيح ان شاء الله مش تعبانين. يلا اوكي تنبلش فكرة عامة شوي عن الكونتورينج لانه دينا ما بتعرف شو الكونتورينج. الكونتورينج هلا كثير معروف كل العالم عم تحكي عنه بس هيدا مش جديد ابدا له 30 سنة بعالم المكياج. شو الكونتورينج؟ هو بنعتمد لونين فاونديشن بيكونوا كتير سماك. اوكي؟ لون فاتح ولون غامق. الفاتح بده يكون افتح من بشرتنا بدرجتين او ثلاثة والغامق اغمق من بشرتنا بدرجتين او ثلاثة. ليه؟ من زمان ما كان في كونتورينج كت يلي هو هيدا الفاونديشن كتير سميك، كانوا يعتمدوا بس بالبلاش. بالبلاش كانوا يحددوا ملامح وجهن، وبالثمانينات كانوا كثير يحبوا الوجه ضعيف لدرجه كانوا يقبعوا ضرس العقل كرمال يبين وجههم ضعيف. ايه هيدا الشيء كثير قديم الكونتورينج، بس هلا بالميك اب الحديث بنقول له 3 دي ميك اب. ما بقى نسميه كونتورينج. هلا بدنا نطبق على وحده من الصبايا منكم. بس الكونتورينج لشو بنستعمله؟ الشكل الوجه المثالي هو البيضاوي، الوجه الاوفال. تعرفوا مين وجهه بيضاوي بين بيناتكم؟ شانتال. لا
هايدي شكل وجهها الشكل المثالي يلي هو انا جبت لكم صور معي. الوجه الاوفال يعني اللي هو البيضاوي بيكون قياسه من الجبين للدقن مره ونص اكثر من الخد للخد. يعني انا وقتها بدي اعمل لها كونتورينج لهايدي بدي احافظ لها على شكل وجهها لانه متناسق ومتوازن مع بعضه. حنان شكل وجهها مبروم. على فكره الوجه المبروم بيعطي اصغر من عمره دائما وبيبي فيس. اوكي الوجه المبروم بيكون قياسه من الجبين للدقن هو ذاته القياس من الخد للخد. عندنا الوجه الكاري المربع يعني بيكون عندهم من الجبين من الخد للخد هو ذاته القياس من الحنك للحنك عريض من تحت. بيكون عندهم الحنك تبعهم كثير قاسي ومحدد. لا انت منك ايه هلا بقول لكم شو فورمي شو شكل وجهها بس هي منها مربع. لا عندنا الوجه الطويل. الوجه الطويل دينا دينا وفي حدا تاني كمان مابل بس مابل هلا مش موجوده معنا. الوجه الطويل على فكره كثير بينحفظوا الاشخاص يعني بيعلق براسك بس شوفي حدا وجهه طويل اذا شفتيه مره ثانيه بتتذكري. بيكون عندهم الجبين مع الدقن كثير طويل وبالاجمال ما عندهم خدود وبالعرض كثير وجههم ضيق. هذا الوجه الطويل. انا كيف صلح لها وجهها لدينا؟ بغمق لها جبينها وبغمق لها دقنها كرمال اقصر لها وجهها وبحفر لها شوي من هون بالغامق كرمال يطلع خدودها ليصير عندها خدود. اوكي؟ هلا على مين بدنا نطبق؟ ثاني ميل على شكل V. حطيت لها الغامق هون وعلى دقنا اكيد كمان. هلا بس اشتغلهم بتحسوا وجهها ضب. شفتي حالك كيف صرتي قد حلوه؟ قمر شفش. هلا عمليه الدمج كيف بتصير؟ هيدا اهم شغله. ببلش انا بالفاتح. بدي اشوف فرشاه. ايه هيدي جديده. لا مش اسفنجه هيدي برش. جايناها فرشاه ناعمه. ايه كثير ناعمه هي خصوصا للكونتورينج. اوكي خلصنا الدمج هلا. خليني اشوفك شوي عن بعيد. اوكي طلعوا بوجهها ما مبين وين في غامق وين في فاتح كله مدموج مع بعضه. بس اذا بتطلع بوجهها بتحس انه ما بده بلاش خلص لانه مع ملعوب بالالوان وحطينا هلا ولا مش حاطه احط على مناخيري. ايه بتمرق اكيد على منخارك وعلى جبينك اجبار تمرقي على جبينك البلاش وعلى دقنك من تحت. ليكي كيف عم بتضوي. يلا باي صبايا باي باي. كمان مره رح نتوقف مشاهدينا مع بريك وبنرجع نحن وياكم. خليكم معنا. نرجع لمتابعة أخبار الطلاب يلي كانوا على موعد مع دليفري جديد من توميتو ماتيك. هو المدير يلا يا شباب البيتزا جات يا معلم وأنا أكل بيتزا. يلا يلا بيتزا بيتزا وحياة أمي بيتزا مين جعاني بيقول لها طب وحياة ماما البيتزا أنت حرية على مين هلا بالأشقر يلا يلا هذا اثنين كمان بيتزا ها ها بيتزا ولا مش بيتزا والبيتزا هات لقلك حاول يلا تفضل تفضل كل مره ثاني يا شباب توماتو ماتيك ميرسي يا حبيبي ثانك يو انت اوعى اوعى ما تاخذ تروح تاكلي هالاول وحده اوعى ايش تخيل بس اسلو شو طالع انت عامله مثل كلنا بتنطي بيتزا بتنطي بتدور بتقولي توماتيكو يلا تعال تعال شوف شو عنده عنده يلا شوف اللي عنده ده يا الله ولا واحد ضبط معه الميتو.
جديد؟ ايه وايد انا لا 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 والله عامل دالي قلت لك حبيبي شمال بيت مداري هو كده الميك اب تحت عيونه اه ما تدري تشوف احنا منا Thank you, Tomatomatic. هالأسبوع ثلاث صبايا كانوا بدائرة الخطر وكانوا ثلاثتهم عم يشعروا بالحزن على وداع أصدقائهم. شانتال ما قدرت تخفي دمعتها. ليه؟ مش فيه؟ ليش الحين صار؟ فهيك تخيلت للحظة أنه بكرة فرح فل وأصحابي رح يبعدوا عني لو أنا خرجت مش هتنسيني صح؟ ولو أنت خرجت مش هننسيك إن شاء الله هتشتغلك أنا كمان هشتغلك ساندويتش ما عجبك؟ وسيم أو الشاي بنغير حبيبتي والله في بيتك شوفي شوفي بيسو شوفي بيسو كيف رسمته أنا شانتيل أبهاتي حب شانتيل كل شي بعرفه أنه تعلقت فيهم كتير كتير بحبهم بطلت حس حالي أنا بمنافسة حس حالي عن جد أنا مع عائلتي وبس هيك Thank you guys ليش أقول هذا ليش أقول هذا وأعرف مثل شانتال كمان دينا متأثرة كتير وعم تبكي لأنه ما بدها توقف مغامرة ستار أكاديمي هون وأنا بعادة وإنه بالبالي يكون هيك بالبالي يكون ما بالبالي يعني أنا دغري بس تزعلي كتير بتتبشع مش بتتبشع أنت حلو بتتبشع إنه مش لدينا خلص نفضي مش إلك هترجع بس بليز بليز بكره غني من كل قلبك غني كانه لاخر مره عم تطلع على المسرح غني ب ب ب بحضور دينا بكل شيء دينا بكل شيء ملاحظات حاطيهم براسك بكره وطلع انا بزينه لانه راجعه وحترجع كثير قوي مش وقتك وحتطلع تغني منقوزه خليك دينا هيدا نيو لوك مع فيكتور هيدا الدينا اللي سمعت ايوه انا نوميني ايوه سلام هيك دينا معروض علي وانت بتنبسطي بس حدا يقول لك جدعه انت جدعه مش سهل انا اجي اقول لك هلا جدعه انت جدعه وانت قويه وكثير قويه يا ابني
ما تفكري انه هلا امي زعلانه او وانا ما تفكري ما تفكري انت 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 بسطة امي كثير وامك مبسوطه فيك واخواتك مبسوطين فيك واهلك مبسوطين فيك كثير اكثر ما تتصور اكثر بكثير ما تتصور اكثر بكثير من هالدقيقه اللي بتحكيها مع امك بتقول لك نحن مبسوطين فيك وفخورين فيك وفعلا بتحبك دينا انت شخص رائع 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 بكل بكل النواحي خلاص ليه دينا بقي نعرف كيف كانت حالة حنان بعد النومينيشن خليكن معنا ومنشوف سوا بعد البريك منتابع يوميات ستار أكاديمي وبذكركم أنه كل أخبار الطلاب بتتابعوها عبر www.starakarabia.com حنان ما قدرت تتحمل النومينيشن وانزعجت كتير من فكرة ترك البرنامج هيا مفهوم أحلى ذكريات عشتها مع الأكاديمي رح أزعل كتير رح أزعل في عندي كتير اشياء تعودت عليكم عن جد والله ليش عنت يا بنت ليش ليش بلا اكثر شخص رح اشتاق له وأكتر أشخاص كنت أضحك معهم إيهاب ورفايل وأنيس بس أكتر شخص رفايل أنيس أنيس وحيد أنا بدها أتذكر قد إيه ضحكنا قد إيه قد إيه بكينا قد إيه زعلنا من بعض قد إيه ضربنا بعض قد إيه كانت أوقات حلوة جد أجمل أيام حياتي كانت هون ما حدا بيعرف قد إيه صعب وقت بكي واقفة واقفة الطلاب بيحاولوا رغم التعب والقلق يلاقوا أوقات حلوة حتى يتسلوا ويلعبوا فيها ولعبة الكراسي كانت واحدة من هاللعب يلي مليت سهرة الشباب والصبايا لا 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 اسرع 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 مروان عايز نكسب مين يابا ولا حنان يابا لا 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 يا حنان حنان اطمس اطمس لا لا بحق له ¡Gracias!
انا ربحت خلاص قومي خليكي قاعد خليني قاعد اه سعد مدير اكتب كل واحد يكتب بلد اسمه كي اس اي اسمع انا طالع انا مش مين كتب تونس مين كتب تونس ما عرفش كيف تكتبها هو هنا كافة تونس رافائيل إيهاب حنان أنيس نسيم مابيل دينا عباس علي أحلى عالم وأحلى فانز بالدنيا كلها باي باي بروين 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 جايز لوف يو لوف يو تعال حتى هون بروين وي لوف يو جايز هيدي كانت أخبارنا بكرة حلقة جديدة مشاهدينا فكونوا على الموعد باي باي